أنا من اللاعبين اللي نحبهم برشا واللي موجودين في النادي الأهلي، يمكن من اللاعبين اللي قراب لي بالباهي في المجموعة اللي موجودة توا في النادي الأهلي. نتمنى له إن شاء الله يكمل على نفس الأداء اللي قاعد يقدم فيه في المقابلات الأخرانية الكل، ولازم يعرف إنه المكان اللي هو يلعب فيه لعبت فيه لاعبين كبار برشا، ويمكن توا لما كان مازال موجود هو حسام عاشور. ان شاء الله نشوفه حمدي فتحي يكمل على نفس الاداء ويحاول يحافظ على المركز هذا اللي تعدوا عليه اجيال ممتازه جدا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق، وان شاء الله الاهداف اللي سجلها الكل يكونوا من اسيستات بتاعي ان شاء الله.